أقيم الاجتماع 14 للجنة رؤساء هيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكان من أهم توصيات الاجتماع مبادرة الهلال الأحمر الكويتي بإنشاء صندوق بمبلغ 1,000,000 دولار أمريكي لمشاريع تمكين المرأة في منطقة آسيا ودول الباسيفيك. كما استعرض الاجتماع أكثر من 13 بندا من بنود التوصية، ووضع خطة عمل مشتركة ليوم الهلال الأحمر الخليجي لتعزيز وتوحيد الجهود وتكثيف التغطية الإعلامية. توصيات عديدة خرج منها الاجتماع 14 للجنة رؤساء هيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتنسيق وتوحيد المواقف في المنظمات الدولية والإقليمية. يمكن من أهم التوصيات هي الاحتفال في اليوم الخليجي، عادة طبعا هذا اليوم في 23 أكتوبر من كل عام، تشكيل لجنة للإعلام المرئي، لأن طبعا دور الإعلام لا ينكر سواء كانت في الأعمال الإنسانية أو الأعمال الخيرية. هناك طبعا موافقة على ترشيح دكتور هلال الساير رئيس مجلس الإدارة ليكون من ضمن اللجنة الدائمة للحركة الدولية. 13 توصية، الزيارات الميدانية والتدريب المشترك ومبادرات الدول أهم ما جاء في اجتماعات لجنة رؤساء الهلال الأحمر التي تقوم بعمل جبار في المجال الإغاثي، حيث يضاهي كثيرا من الأعمال التي تقدم على المستوى الدولي. وهذا إجماع الجميع. هناك طبعا في الهلال الأحمر الكويتي الجمعية أعلنت تمكين المرأة في دول آسيا والباسيفيك، كان هذا بالفلبين، بمبلغ 1,000,000 دولار أمريكي لتمكين المرأة ومساعدتها في دول آسيا. وتم طبعا مباركة هذا الشيء في الكويت حاليا من قبل رؤساء الجمعيات. كذلك هناك صندوق الشيخة فاطمة في الإمارات للمرأة اللاجئة والطفل اللاجئ، كذلك تم المساهمة المباركة هذه الخطوة. اجتماع يهدف إلى تبادل الخبرات بين دول المجلس بما يخص العمل الإنساني ويخدم الشعوب العربية لا سيما في الوضع الراهن. وهذا العمل دول مجلس التعاون تهتم به كثيرا، ولها مساهمات واضحة في جميع دول العالم وجميع الأماكن التي تحتاج إلى دعم ومساعدة. وهذه الاجتماعات دائما تأتي للتنسيق ما بين هذه الجمعيات والهيئات لتوحيد الجهود. وعلى هامش الاجتماع أقيم معرض خليجي أكد وحدة الخليجيين في مختلف المجالات. مروة محرم، تلفزيون دولة الكويت.